ما زال موضوع سد النهضة هو الموضوع الأهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الساحة الإعلامية والسياسية المصرية والسودانية وكذلك الأثيوبية على حد سواء، خصوصا وأنه فقط أقل من 100 يوم تتبقى على الملء الثاني لسد النهضة، ما يعني انتهاء فرص التفاوض على هذا السد، وما يعني فقدان حصة مصر التاريخية من مياه النيل وكذلك حصة السودان التاريخية، تجويع وتعطيش أكثر من 105 مليون مواطن مصري وما يزيد عن 20 مليون مواطن سوداني هي أزمة هذا السد، الجسم الغريب الذي تم وضعه عنوة في مجرى مائي تاريخي يجري من أثيوبيا إلى مصر منذ عقود أو كما يقول البعض منذ قرون من الزمن. خلال الساعات الماضية كشفت قناة الجزيرة في تحقيق لها صور حديثة بالأقمار الصناعية تكشف ما وصلت إليه أثيوبيا في بناء هذا السد، أو كما قال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف حقيقة المؤامرة التي تقوم بها أثيوبيا ضد مياه النيل وضد الشعب المصري والشعب السوداني. تحقيق الجزيرة كشف بدء التعبئة الثانية لسد النهضة وما يحدث من عمليات إنشائية في جسد هذا السد بداية من شهر 1 2020، وكانت الإنشاءات بهذه الطريقة مرورا بشهر 11 2021، حتى وصلت الإنشاءات خلال هذا الشهر قبل 10 أيام تقريبا أو 15 يوما إلى هذا الشكل، شبه الانتهاء من الاستعدادات للتعبئة الثانية لسد النهضة. هذا التحقيق أيضا كشف أن الجانب الأثيوبي يعمل على المماطلة في المفاوضات حتى يستطيع الانتهاء من كافة أعمال التشييد والاستعداد للملء الثاني لسد النهضة. أيضا كشف تأثر واسع في منسوب المياه مما يؤدي إلى العطش القريب في مصر والسودان. بطبيعة الحال هذه الصورة النهائية لجسم السد وقد أوشك على الانتهاء بنسبة تتجاوز 97% كما قال بعض الخبراء. خلال الساعات الماضية تجاوز عدد المغردين على هاشتاج سد النهضة 17,000 مغرد في مصر والسودان وبعض الدول العربية، لا سيما وأن النظام المصري يتحمل المسؤولية كاملة منذ التوقيع على اتفاقية المبادئ في العام 2015. أول رد رسمي من وزارة الري المصرية قالت أن سد النهضة الأثيوبي أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، فيما تجاوزت ردود الفعل الرسمية السودانية هذا التصريح المصري. وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي التي قالت لم نقف مكتوف الأيدي أمام ما تقوم به إثيوبيا. من هذه التغريدات ما كتبه دكتور تاج السر عثمان، قال ما كشف عنه تحقيق غرفة أخبار الجزيرة عن سد النهضة أمر مهم للغاية وبالغ الحساسية، ويحتم على السودان تشكيل لجنة مختصة لتقدير الموقف والحفاظ على المصالح القومية العليا، وهو كذلك بالنسبة لمصر أيضا. خالد محي قال إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية لحل أزمة سد النهضة والوصول لاتفاق ملزم يرضي الأطراف الثلاثة والحقوق التاريخية للمياه. إصرار إثيوبيا بأن تبقى أزمة سد النهضة داخل النطاق الإفريقي يعكس أنه لا حل إفريقي يرضي الأطراف الثلاثة، لأن الطرف الإفريقي له مصلحة لعدم الاتفاق حتى يبني سدود هو الآخر. أما مصطفى عشري فقال ضرب سد النهضة أصبح مطلب شعبي لأن الموضوع أصبح أمر حياة أو موت، وإن شاء الله الجيش المصري فاجئنا قريبا بسحق سد النهضة أو لو لزم الأمر بسحق أثيوبيا من على الخريطة، أو كما قال أو على حد وصف مصطفى عشري بطبيعة الحال نرفض التطاول على أي من الشعوب. أما محمد أحمد فبيقول السودان ومصر يرفضان أي إجراءات أحادية حول سد النهضة ويتمسكان بالتفاوض، وتكمن خطط دولة إثيوبيا بهدفها السيطرة على سير الأمور على حسب ما تريد، ولكن ذلك لم يحصل بعد أن توافق الطرفين في رأي موحد. إذن هذه المعلومات وهذه الصور الحصرية التي كشفتها وأذاعتها قناة الجزيرة خلال الساعات الماضية تكشف حجم المؤامرة التي تقوم بها أثيوبيا والحكومة الأثيوبية ضد مياه النيل. أما الرد المصري لم يكتفي فقط على تصريح
وصفه البعض أنه يمتاز أو يتصف بالميوعة من وزير الري المصري، بالإضافة إلى بعض الإعلاميين اللي بدأوا التطاول على مسؤولين أثيوبيين. ما قاله نشأة الديه قال أن تصريحات السفير إبراهيم إدريس وقحة، والمسؤولين الأثيوبيين بيلعبوا بالنار بعدما قالوه بشأن سد النهضة. بطبيعة الحال يتحدث عن تصريح الخارجية الأثيوبية أن أثيوبيا تمتلك ما يزيد عن 86% من حصة مياه النيل. كان الرد من الجانب الأثيوبي على لسان الناشط الأثيوبي والإعلامي منير آدم اللي قال عمليات إنشائية وتعبئة ثانية، الغائب الحاضر في ملف سد النهضة، إثيوبيا لا تخشى لومة لائم وتهديدات ووعيد، كل تحركات لها مكشوفة وليس ما تخفى أو ما تخفي في وضع النهار أو تحت جنح الليل، ولكن تعبئة السد سيكون أمرا واقعا بعد أقل أو بعد أشهر، وعلى الخرطوم والقاهرة يستحسن عدم استنزاف جهودهم عبثا. بهذه الطريقة رد الإعلامي والناشط السياسي منير آدم على التصريحات المصرية والأثيوبية تجاه ما تقوم به إثيوبيا من تعنت واستمرار الاستعدادات للملء الثاني لسد النهضة، فيما تداول النشطاء خلال الساعات الماضية. واسم بدأ يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسودان والوطن العربي هو واسم انت اللي بعت نيل، في الإشارة إلى النظام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه هو المتسبب في ضياع نهر النيل عندما وقع على اتفاقية المبادئ في العام 2015 الذي لم يرجع فيها إلى برلمان ولا شعب ولا مواطن ولا خبراء، فقط السيسي يتحمل هذه المسؤولية برأي الخبراء وكذلك الشعب المصري.